سيشهد دور ربع نهائي من بطولة كأس العرب 2021 مباراة من العيار الثقيل تجمع بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري. منتخب المغرب نجح في اقتناص صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة بعد أن انتصر في 3 مباريات سجل من خلالها 9 أهداف ولم تستقبل شباكه أي هدف. أما منتخب الجزائر فقد احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف المنتخب المصري بفارق اللعب النظيف بعد أن تساوى المنتخبان في كل شيء خلال دور المجموعات. وسبق أن تواجه منتخب المغرب والجزائر في 34 مناسبة بين مباريات ودية ورسمية في كافة المسابقات والتصفيات، ويعد منتخب المغرب صاحب الأفضلية في مباراية الفريقين بعد أن حقق 14 فوزا مقابل 10 تعادلات وكذلك 10 انتصارات للمنتخب الجزائري. وعلى مستوى المباريات الرسمية فقد تواجه المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري في 17 مباراة سابقة حقق من خلالها أسود الأطلس الفوز في 8 مناسبات مقابل 7 انتصارات للمنتخب الجزائري وتعادلين. وتعد المواجهة في تصفية كأس الأمم الإفريقية هي الأكثر تكراراً بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري وحدثت في 6 مرات سابقة وتقاسم فيها المنتخبان الانتصار، لكن أسود الأطلس سجلوا 9 أهداف مقابل 6 أهداف لصالح محاربي الصحراء.